هلا بكم افريوان، معكم ماك جيمر في فيديو جديد. سو اليوم الولاد باش نوريكم فازة كيفاش تريشارجيو جي تي اي 5 على التليفون امام بيتا. معناها عندك فرصة باش تجرب جي تي اي 5 بيتا على التليفون نتاعك. دونك يعني الفازة اللي بتا وحبيت نشاركها معكم. سو ليتس بيجين. اول حاجة تدخل على السيت اللي باش نحطو لك في الديسكريبشن، ميديا 5 جي تي اي 3 ميجا بايت. انا معناها عملوا الداونلود بس بيتا معناها متخصصات من لعبة كيم جست بيتا معناها اكي كتحول تطرف من مبصرية وتجربة معناها تجربة اللي حاب يعمل معنا تجربة بجرافيك كجدي اي فايف سخيف يعني هي من الاتيشار جديد اللي حضرت من ناس ديسكريبشن waiting for it. يلا اوكي كما تراو هاي تفضل دونك هنا دونك او كلام دونك هنيسة شوف جو هاي دي دي كاري. اوكي هنا نجمو بون معمولة ميد باي يونيتي. هنا تختار الترافيك ميديوم هاي بون نجربوها ميديوم احكي ما تلاقي لنا شوي. let's begin. ويا كيما تراو جي تي اي 5 بو قلت لكم بيتا معناها ما بريس جرافيكها يشبه اللي لعب بي سي معناها تفرش جي تي اي الجو وزير ما عنديش اسلحة معناها ما عنديش مرتب. هذه هي جي تي اي 5 أصبح أننا بعض السيء برجولين مختلفه أميز الجيتين مع كل أسف اللعبة هذه البيتا معنا عندك حق خلص ما فيها ما يحب يجربها كمان يعني يجرب. أوه ماي جاد ويست ويست دام سألت عليكم فيديو بنساش تعمل لايك سبسكرايب وتعمل شير واللي هتلقاه في الديسكريبشن يرجع حياتي. Let's begin with ceremony.